بقى التقرير يعني مبهج وإيجابي. حضراتكم عارفين طبعا أنه يعني عام ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي كتير من مؤتمرات الرئيس اتكلم على أنه لازم ياخدوا وضعهم وأخدان وضعهم. ده بيبدأ من أول القانون، يكون دايما موجود في القانون، حقوقهم كاملة في القانون والواجبات اللي عليهم أكيد باعتبارهم مواطنين مصريين. وكمان أجهزة الإعلام يعني علينا دور كبير جدا الحقيقة ان احنا ننقل مشاكلهم وأوجاعهم من أول، يمكن حتى عربيات النقل اللي مش في كل الأحوال بتوفر احتياجاتهم، لو ليهم امتيازات خاصة، نسبة 5% اللي في كتير منهم بيشتكوا بيقولوا لسه مش بتطبق بشكل عام. مرورا بقى كمان ده كدورنا في الإعلام، يعني مرورا بان احنا نلقي الضوء على الشباب اللي هم من ذوي الاحتياجات الخاصه اللي بيبدعوا. ليه بيبدعوا؟ لانه حتى في منهم حالات يمكن كلماتهم تقريبا لا تكاد تكون مفهومه، انت حتى ممكن ما تبقاش فاهم هو بيقول ايه، لكن عنده اصرار كبير جدا ان يعمل ويجتهد والا ياكل الا بجهده وبعمله. مين الشخص او مين البطل اللي بتكلم عليه ده؟ هو مواطن مصري وشاب من حوالي 8 سنوات اشتغل في الوحدة المحلية لقرية كفر تصفى التابعة لمركز كفر شكر في محافظة القليوبية بنظام العقد. ولما تشوفوا التقرير ولما تسمعوا بقى مديرينه ورئيس الوحدة المحلية وزملائه في الشغل بيتكلموا عنه عن اجتهاده ازاي، ولما تشوفوا هو حالته الصحية عاملة ازاي تقولوا سبحان الله. يعني شاب عنده الظروف دي ومن حقه تماما انه يعني يقولك مش رايح الشغل اروح امضي وامشي، لا ده بيروح وبيجتهد وبقى مثل بيتضرب بيه المثل في الالتزام، اول واحد بيروح واخر واحد بيمشي. مين ده؟ ده محمد زاهر بطل حدوتتنا دلوقتي اللي بيقدمها لينا زميلنا العزيز مراسلنا عبد الله منتصر. النموذج اللي قدامنا دلوقتي تحدى كل الظروف الصعبة معين بالنظام العقد في إحدى الوحدات المحلية، يصر يوميا على الحضور من الساعة 8 حسب كلام المدير والزملاء انه ما بروحش غير آخر واحد حوالي الساعة 3. له هوايات عدة، يكتب الشعر طبعا الظروف الخاصة، بيكتب الشعر بأنفه على الكمبيوتر عن طريق أنفه. سمعنا كمان انه بيربي حمام وله بعض المشاريع، هو لم يتوقف على نقطة معينة. قول لي يا محمد، سمعنا انك كتبت كتاب، عملت ديوان. اسمه ايه؟ ايوه كان اليوم عاشق الحرية. هو كاتب للرئيس ان هو رصيد عن ان هو عايز يديها له في ايده وعايز يقابل الرئيس ويسلم عليه. انت عاوز تقابل الرئيس ويسلم عليه؟ انت كاتب قصيدة له هديها للرئيس؟ هتقول له ايه لما تقابله؟ ربنا يخلي لنا. محمد بيجي من الساعة 8 ما بيمشيش الا اخر واحد مع الموظفين، وبيجي من بيته بعجلة كهربائية بيركبها، وساعة ما بيجي زمايله بيساعدوه ان هم ينزلوه ويقعد، ومروح برضو زمايله بيساعدوه يركبوا له عجله كهربائيه ديت ويروح بيه. محمد من الناس ملتزمه جدا في الشغل، بيجي من 8 ل 3 ومحترم جدا مع زمايله في عمله، وعنده فكر متحضر يعني، وبتحدى اعاقته باول باول. يعني مثلا تقول له يا محمد ما تجيش لاقي هاجم، مصر على حاجه وعاوز يدي فكر معين، عاوز يخش اي مجال من الاعمال. يعني مثلا تيجي تقول له يا محمد دخلني مثلا شغل اتعلم الاملاك، عاوز اي قسم يتعلم فيه بس هو ما يقعدش. يعني محمد من الناس المحترمه، وبنودي ونجيب وطول النهار عايز يقعد في المكاتب ويشوف دي ويشوف دي ويشغل بصراحة، وما فيش حد بيشجع منه خالص، وبيجي الصبح الساعة 8 يروح الساعة 3، وساعة أنا أجيب وساعة أنا أروحه. يعني بيجيب توك توك مثلا بيجيبه من البيت لحد هنا وبيجي ياخده آخر النهار ومروح. على قد ما هو عنده حركة أنه بيجي يوميا للشغل، هو في نسبة الإعاقة ديت يعني عنده ممارسة للشغل أكتر من السليم. محمد راجل محترم وطيب وبعدين عنده إعاقة، ورغم ذلك
شعلة من النشاط أكتر من أكتر الناس المواظبة في العمل. وانت شايف محمد ازاي؟ محمد انسان كويس ومحترم ومكافح وتفكيره كويس وحلو وبيكتب كويس وانسان ملتزم وجد ومن عيلة كويسة. تقول له ايه؟ قال ربنا يوفقك ويزيدك برغم الإعاقة ديت، رغم ان هو بيكتب على الكمبيوتر وبيبعت لجهات يخاطبها، ورغم كده ان هو بيكتب كتب برضه وشاعر، فربنا يوفقه ويكرمه يا رب، واتمنى له المزيد من السعادة ومزيد من التقدم والانزهار وربنا يكرمه. طب انا ازاي ممكن يعني يبقى ربنا مدينا القدره على العمل وما عندناش مثل هذه الاعاقات وتشتكي وتصحى الصبح مقريف ورايح شغلك متضايق وعايز تزوغ بدري، والمواطن يدخل عشان يخلص خدمه عندك يتقال له فاكرين الارهاب والكباب استاذ مدحت اللي راح الحمام ومحدش كان عارف هو فين؟ حقيقي والله ازاي يعني النماذج دي ناخدها ونضرب بيها مثل، ربنا يبارك له يا رب. وبشكر زميلي عبد الله منتصر جدا، بشكرك يا عبد الله بجد انك قدمت لنا النموذج المحترم الجميل ده. نموذج تاني كمان